منو هذا؟ ما شاء الله طول طول يعني طول فلاح فارس ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا فيك حياك الله معنا ما شاء الله. عاد ان شاء الله يجاوب اجوبه صحيحه. اول شيء اطياب المرشود اللي يقولون عندهم راح يفتحون فرع جديد قريبا جدا في لندن. اطياب المرشود قدموا كبوه. كم التاريخ اليوم؟ دينار. في عندنا 16/5/2019 ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله حق غبقتنا يجيب الليله منها. معاذ نجيب المأكولات الكويتية دعوة بقيمة 20 دينار 18/16/18 ما شاء الله ما شاء الله. هذه عيدية من وزارة الإعلام بقيمة 50 دينار ما شاء الله. موفق موفق موفق. احنا ما زلنا متواجدين ما شاء الله ما شاء الله. ابو عبد الرحمن منور منور ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الشباب هني مو مصدقين قاعدين هني. روحوا هناك قصر نايف استاهل ابو عبد الرحمن ما شاء الله. مبروك 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 مبروك. هذا عبد الله شاهد هذا ابو معاذ ومبروك لابو عبد الرحمن ومقطع يوتيوب ان شاء الله وخروجه في تلفزيون الكويت. شرفنا جزاه الله خير.